يا هلا عمرو دياب. يا أهلا. حكمة وهبي ممثل ومغني ومذيع لبناني، ولد في بلدة بطم الشوفية في 1952. في مطلع السبعينيات اكتشف بيير جدعون وإدمون حنانيا موهبته، فطلبا منه مشاركتهما التمثيل في مسرح الساعة العاشرة على خشبة كازينو لبنان، حيث قام بتقليد عدد من كبار الفنانين. وفي عام 1976 عرض عليه العمل في إذاعة مونتي كارلو الدولية، فلبى الدعوة وتميز حينها بإدخال اللهجة العامية إلى الأثير بعدما كانت الفصحى هي السائدة. صباح الخير من باريس، من أسرة راديو مونتي كارلو لهذا الصباح، المؤلفة من هندسة الصوت توني قسيس وأوليفييه. شارك بالتمثيل في فيلم حسناء وعمالقة، وغنى تمارا في فيلم آخر الصيف، وشارك في مسلسل وبقي الحب مع عبد المجيد مجذوب وأمال عفيش. لم يحترف الغناء لكنه غنى يا مسافرة، انت وحدك ونطروني، حلوة بتطلع حلوة بتنزل، انا وسايق بالسيارة، لكن قلبي بعده معلق بالحلوة اللي اسمها تمارا. اه يا تمارا، اه يا تمارا، اتقيتي ع كل الحلوين يا تمارا. عمل حكمة وهبي في المجال الإذاعي لمدة 17 عاما، تميز خلالها ببرنامج مرسال الهوى وكان المذيع الألمع فيها. أصيب بمرض السرطان في المخ وهو على الهواء مباشرة، فقد الذاكرة أثناء حديثه على الهواء وتوجه إلى المشفى، ما أدى إلى تركه العمل الإذاعي بفرنسا وعودته إلى لبنان. في 1992 ودع جمهور فنجان قهوة سكر زيادة حكمة وهبي، ليبقى صوته حاضراً في ذاكرة محبيه.